صباح جود مورنينج مس، كيف كان فهم بلش بينت فور اللي هي advertisement اللي هو الاعلانات. تمام، خلينا نبلش بالدرس. هون درسنا كتير سهل وحلو. اوكي، هون عندي الكلمات الرئيسية it's thrilling اللي هو المثير، exhilarating من المنعش او منعش، electrifying برضو هون مثير، it's a wide اللي هي الطبيعة. تمام، اللي هو it's unique اللي هو فريد من نوعه، it's the adventure sports center اللي هو مركز رياضات او المغامرة الرياضية. تمام، خلينا نبلش بهون. عندك هون هو joined the adventure sport club، انضمام الى هذا النادي نادي المغامرين. get this great benefit، احصل على هذه الفوائد الممتازة. 10% of entry to the adventure sport center on any day، اذا بتحصل 10% من adventure sport in any day باي يوم خصم. اوكي، هلا half price نص السعر entry in on selected weekends بعطل، بالعطل برضو بدك تحصل على نص السعر. one free training sessions a year، وعندك ايضا هون تدريب بالفصل اوكي بالسنه. و15% reductions on a group booking of 10 or more، برضو عندك 15% عندك بالمجموعات انك تنضم الى مجموعات او مور او اكثر. free adventure sport club t-shirt، عندك برضو بتحصل على القميص النادي. free adventure sport club bag وحقيبه برضو free. automatic membership of the sports park complex، وايضا هون عندك بيجددوا automatic membership عضويتك بالاوف ذا سبورت بارك كومبلكس بالمتنزه او التجمع المتنزه لهذا التابع للنادي. ممبرز اونلي ايفنينج سيشنز، وايضا ممبر فقط هم المسموح لهم انهم يشتركوا. I've been member، انا بتذكر فور اير مده سنه، اتس فانتاستيك، كان رائعا. يو كان بي او يو كان دو سوري ان تفعل all the adventure sport and you can do lots of other sport too، يعني تستطيع انك تعمل كل هذه الرياضات بهذا النادي. تمام، هلا هون بحكي لك contact us، نتواصل مع هذا adventure sport center the sport park complex north avenue، هذا المكان اللي هو موجود فيه اللي هو نورث افينيو. كل فون رقم التليفون والايميل والدبليو موقعهم. هلا وي ار اوبن، متى بيفتحوا؟ تيوزداي لساندي من 10 ل 6 مساء او من 7 ل 9، ممبرز اونلي، فقط الاعضاء. تمام، اوكي، هون بحكي لك سيفتي فيرست اللي هو الامان اولا. اوكي، وي بروفايد انه بنستطيع نزودك بروتكتيف كلود، ملابس للحمايه، سيفتي اكيبمنت معدات للحمايه برضه، اكسبيرت ترينرز ومدربين خبراء. ليرن نيو سكيلز وذ كونفيدنس، وايضا تتعرف على سكيلز اللي هو مهارات جديده بالثقه. تشالنج يور سيلف، تحدي نفسك، بي كونفيدنت، كن واثق من نفسك، يو كان دو، تستطيع انك تقوم فيها. طبعا هون عندنا الاشخاص اللي هم ارائهم بالنادي. اوكي تمام، فعنا رياضات اللي هي بانجو جامبينج، سويب لايك ا بيرد، اندور اور سكاي درايفينج، فلاي وداوت ا بلانيت. هون عندي رياضات اللي بقوم فيها بالسبورت كلاب. اوكي، هذا هو درسنا، يعني ما بده اشي كتير. اوكي، طب خلينا نفتح الاسئله ونجاوبها مع بعض. تمام، بحكي لك كويشن، افتحي لي كلياتكم يا سابع اللي هو صفحة 40. خلينا نجاوب أسئلة الدرس، درس حلو سهل ما بده إشي. أوكي، يلا question number one اللي هو بحكي لك، بس ثواني يا سابع. افتح الكتاب. اوكي سابع، question number one بحكي لك what is the adventure for، لايش هذا المصنوع او لايش هذا النادي مصنوع. اذا هو مصنوع for number one نحكي اللي هو an adventure اوكي sports club، اذا هو للمغامرة يعني. تمام، number two بحكي لك how many sports are illustrated، كم موجود عندهم؟ عندهم 6. اوكي، نمبر 3 بحكي لك which activity might make you feel like a bird and why، اللي هو عندهم كثير عندهم العاب لي زي the suspended bridge. اوكي، اللي هو بخليك زي الطيار اوكي انك تطير. نمبر 4
بحكي لك what can you join at the adventure sports center. شو بتستطيع انك شو اسمه انك تفوت وشو بتستطيع انك تنضم لهم اللي هو the adventure okay sports club okay number 5. بحكي لك how many benefits are there for the club members. قديش في فائدة يستخدموها لهم الأعضاء؟ عنا 8. number 6. How many ways you can you contact the center? What are they? قديش تستطيع انك كم في طريقة انك تستطيع انك تتواصل مع هذا النادي؟ عندي 3. تمام؟ اللي هم send a letter ترسل رسالة يعني او phone أو تليفون أو إيميل. طبعا هم ذاكرين إنه how to contact us. تمام؟ أوكي سبعة. طيب question 7. How many days a week in the center sport? كم عندنا يوم؟ عندهم 7 أيام 6 أيام آسف 6. أوكي number 8 بحكي لك how far is the center from the motorway. كم تبعد المسافة عن motorway؟ مسافته 1 كيلو متر. أوكي number 9 هو what their things does the center provide to help with the safety. ايش بيستطيع ان يدعمك عشان تكون انت بحماية؟ ني protecting او protective cloth ملابس للحماية clothing and safety equipment okay with trainers مدربين. تمام؟ هلا دراستي question اللي هو what two words describe the trainers at the center. شو الكلمتين اللي بوصفوهم او بيساعدوهم اللي هم من بدهم يكونوا؟ the last one اللي هم بدهم يكونوا expert خبراء and qualified ذو مهارة يعني. تمام؟ هيك بكون انهينا الاسئلة. هلا question 2 اوكي okay. عندي هون كلمات بدي احطها بالكلام المناسب. بحكي ماجد adjective to the correct definitions تعريفاتها accelerating unbelievable electrifying unforgettable unique اوكي okay. number 1 cannot be forgettable لا يستطيع انك تنساه اللي هي number 1 with unforgettable لا ينسى يعني اوكي okay. number 2 making you feel extremely excited انه فعلا بيخليك كثير مثار او مستمتع اللي هي electrifying number 2 اوكي okay. 3 the only one and the different to all the others الإشي الوحيد اللي هو unique فريد من نوعه number 4 cannot be believed لا تستطيع انك تصدق هذا الشيء اللي هو unbelievable number 4 making you feel happy and full of energy يعني كتير عندك طاقة اللي هو number 5 يلا يعطيكم العافية